كيف عذب الله قوم سيدنا لوط عليه السلام بسبب المثلية الجنسية التي ابتدعوها لأول مرة في التاريخ وأصروا عليها وماتوا وهم مصرون عليها، فأخذهم العذاب والله تعالى قلب بهم الأرض وأرسل عليهم حجارة من نار جهنم. سوف نرى بعض الصور الآن لأناس مارسوا هذه الفاحشة قبل 2000 عام تقريبا وتجمدوا عبر الزمن بطريقة معجزة فعلا نراها اليوم بأعيننا. يقول الباحثون عن هذه الصورة إنهم كانوا يظنون أن هذين عبارة عن امرأتين، ولكن تبين أنهما رجلان يتعانقان بمحبة. ويعتقد من قام بتحليل هذه الصورة من الخبراء أن هذين الرجلين أحدهما بعمر 18 سنة والآخر بعمر 20 سنة كانا مثليي الجنس، أي كانا يمارسان الفاحشة والشذوذ الجنسي. يقول الباحثون أيها الأحبة إن هذه الجثث التي تبدو وكأنها حقيقية مع أنها حجارة مسخت في مكانها حيث ثار بركان في ذلك الوقت وغطى المدينة كاملة بالرماد، لم ينج منهم أحد ولا واحد، وهذه المدينة غرقت في الرماد البركاني حيث تحجرت أجسادهم بسرعة، أي تحولت إلى حجارة وبقيت محفوظة كما هي 2000 سنة تقريبا في عام 79 ميلادية. البروفيسور ستيفانو فانكور يقول عن هذه الصورة إنه بالطبع لم نكن نعلم حقيقة هذه الصورة، ولكن من المرجح أن هناك اتصال عاطفي أو علاقة مثلية بين هذين الرجلين اللذين غطاهما البركان أو رماد البركان وهما يمارسان الفاحشة والعياذ بالله. هناك أيضا صورة أخرى تعرض رجلا يمارس العادة السرية، وهو يمارس هذه العادة السيئة أخذه العذاب فجأة وتجمد عبر الزمن. شيء غريب والله أيها الأحبة، هذه الصور تظهر الإصرار على الفاحشة. يعني رماد بركاني يغطي المدينة، والتصرف الطبيعي أن يتوب إلى الله، أن يحاول أن يلجأ إلى شيء يعني ينجي نفسه. تجد أن هؤلاء العاصين لله يصرون على فعل الفاحشة، يصرون على تماما مثل قوم لوط. هو يقول لهم اتقوا الله، خافوا من الله، يعني يعطيهم المواعظ وهم مصرون وهم في طغيانهم يعمهم، سبحان الله. لذلك أيها الأحبة مثل هذه الصور الحقيقية من مدينة بومباي الإيطالية أو بومبي الإيطالية التي اكتشفت تقريبا لا أذكر ولكن قبل 200 سنة تقريبا أو أكثر من 200 سنة، هذه المدينة كانت تزخر بالخيرات، فيها أمطار، فيها ثروات، فيها فواكه وخضار، وفيها خيرات كثيرة، وكان الناس مرفهون، مارسوا الشذوذ الجنسي ومارسوا الزنا والفاحشة، بل كانوا يرسمونها على لوحات المنازل. كانت هناك دكاكين لممارسة الجنس بشكل طبيعي قبل 2000 سنة، تصوروا أيها الأحبة. يقول الخبراء إن انتشار الجنس لديهم في ذلك الوقت كان أكثر مما هو لديه الآن في أوروبا وأمريكا والغرب. يعني اليوم الغرب لم يصل إلى المرحلة التي وصل إليها هؤلاء الناس قبل 2000 سنة من الفجور والمثلية الجنسية بشكل صارخ وعلنا أمام الناس وحتى أمام الأطفال. لذلك هذا البركان ثار فجأة ونزل عليهم حجارة من هذا البركان، حجارة ملتهبة، حمم منصهرة نزلت عليهم. وسوف نرى كيف أن القرآن كتاب رائع أيها الأحبة يصور لنا هذا العذاب بطريقة دقيقة جدا. دعونا نتأمل.
يقول تبارك وتعالى يصف هذا المطر البركاني، هو بالفعل مثل المطر ولكنه من الحجارة. قال تعالى حجارة ملتهبة طبعا، يقول عز وجل وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. سبحان الله. أيها الأحبة، هذه المدينة تهدمت فوق رؤوسهم، فأصبحوا هم في الأسفل والمدينة فوقهم. أسقف الأبنية، الأبنية كلها سقطت عليهم، ما شيدوه من حضارة سقطت فوق رؤوسهم، وطمروا تحت الأرض، وأصبحت هذه المدينة فيما بعد يعني مسارا للحيوانات ولمن يأتي، وطمرت واختفت تماما، أي قلبوا رأسا على عقب. هنا يصف القرآن لنا هذا المشهد المرعب. قال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. سبحان الله. سجيل يعني حجارة ملتهبة فيها يعني من نار، حجارة ملتهبة، وبالفعل تبلغ درجة حرارة الحمم المنصهرة بحدود 1000 درجة مئوية، يعني حجر صغير إذا سقط فوق الرجل يحرقه يدمره تماما. سبحان الله. ولكن هذه الحجارة بسبب كثرتها وبسبب أنها على شكل أمطار ومترافقة مع الرماد البركاني الكثيف جدا الذي غطى أشعة الشمس وحجب حتى الأكسجين، فماتوا اختناقا وحرقا مباشرة بشكل سريع، لذلك بقيت هذه الأجساد المتحجرة حتى اليوم مع العلم أنها من حجارة. سبحان الله. يقول تعالى في آية أخرى كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. إذن تصف لنا أن هذه الحجارة كانت دقيقة نوعا ما، حاصب، الحاصب هو الحجارة الدقيقة. إذن نواتج البركان أيها الأحبة تكون حجارة كبيرة وصفها القرآن بالحجارة، وحجارة صغيرة سماها القرآن حاصب، ورماد بركاني أيضا معها. سبحان الله. لذلك على شكل أمطار نزل عليهم ولكن ملتهبة، فجعلتهم باقين في مكانهم لا يتحركون إلى يوم القيامة. وفي موقف آخر أيها الأحبة يصف لنا القرآن أن هناك صيحة أخذتهم. هذه الصيحة نحن نعلم أن الرماد البركاني إذا غطى منطقة ما وكانت الظروف مناسبة فإن البرق يضرب، وهناك صور موجودة حديثا يمكن أن نرى شيئا منها لبخار بركاني أو لافا أو حمم منصهرة تتدفق، وهذه الرماد أو السحب الدخانية السوداء تغطي السماء فتحدث ومضات برق، وبالتالي ومضت البرق هذه تعطي صوتا شديدا جدا، وهذا ما حدث مع قوم لوط وغيرهم طبعا عندما قال القرآن لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي الذين ينظرون ويتأملون ويأخذون العبرة. يعني لنا نحن اليوم أيها الأحبة ينبغي أن نأخذ العبرة ونخاف من الله عز وجل ومن عذاب الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، عندما تأملت هذه الصور المجمدة عبر الزمن 2000 سنة، حتى إن صور الوجوه تظهر الرعب الذي ذاقه أهل هذه المدينة أو هذه البلدة، المعاناة التي عاشوها، الرعب الذي ذاقوه، والموت المفاجئ الذي باغتهم. هنا يعني أتذكر معكم آية عظيمة، قال تعالى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. المفسرون ماذا قالوا؟ قالوا أن الله قادر أن يجمد أو يبقي هؤلاء الظالمين
في مكانهم فلا يستطيعون لا التقدم إلى الأمام ولا إلى الخلف، لا يستطيعون الحركة ويبقون على مكانتهم هكذا إلى يوم القيامة. بالفعل بالفعل هذا التفسير وهذه الآية تحققت أمامنا اليوم، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. ربما يأتي من يكذب هذا الكلام، نقول له انظر هذه الصور تشهد على أن هناك إمكانية أن الله إذا أراد أن يبقي شخصا وهو يعصي الله ويأخذه فجأة ويبقيه آلاف السنين على مكانته قادر على ذلك. وهذه الصور هي خير شاهد على هذه الحقيقة القرآنية. وأخيرا أيها الأحبة، ينبغي أن نتعظ، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، ينبغي أن نأخذ العبرة، ينبغي أن نخاف من الله. كل من هو على طريق أن يمارس هذا العمل السيء أو يفكر به أو يفكر بمعصية الله أو يفكر بالفاحشة أو يفكر بالزنا والعياذ بالله، يجب عليه أن يفكر بعذاب الله، يجب عليه أن يعلم أن الله يراه، ألا يجعل الله أهون الناظرين إليه، يختبئ من الناس ويتخفى من الناس ولا يستخفي من الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. الله يراك، الله يرانا جميعا. تصور أن كاميرا تراقبك وتنقل هذا بث مباشر، هل يمكن أن تخطئ أو ترتكب خطأ؟ فما بالك إذا كان الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى هو الذي يرانا جميعا، وهو الذي سيعذبنا إن لم نتقه سبحانه وتعالى، لأن الله حذرنا وقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال أيضا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فهذا الإله الرحيم ينبغي أن نقدر رحمة الله، نقدر نعمة الله علينا، ونتوب ونعود إلى الله. أحبتي في الله، كلنا مخطئ وكل ابن آدم خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام على الرغم من عظمته وعلى الرغم من قربه إلى الله وعلى الرغم من أنه أتقى الناس على الإطلاق، إلا أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. فنصيحتي لكل أخ مؤمن أن يستغفر الله ويتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة كل يوم، عسى أن تنجينا من عذاب يوم عظيم، وعسى أن تقوم سلوكنا في هذه الدنيا. والعلاج البسيط أيها الأحبة لمن ابتلي بموضوع الأفلام الإباحية أو الزنا أو الشذوذ أو غير ذلك، آية أو كلمات رائعة جدا، أمر إلهي: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا جميعا من شر هذا الوباء وغيره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.